الفقر والحروب والظلم عوامل دفعت ملايين الناس للهروب من واقعهم والبحث عن أماكن آمنة. النتيجة تمثلت بأزمة اللاجئين التي تزايدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة أعلى من معدلاتها عن بداية الألفية بأضعاف مضاعفة. وفي ظل تفاقم أزمة اللاجئين وتشكيلها تحدياً للدول الكبرى، انطلقت في جنيف أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد عام من اعتماد ميثاق الأمم المتحدة للاجئين. وفي مستهل أعمال المنتدى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى تشارك مسؤولية مساعدة العدد المتزايد من النازحين. حان الوقت لاستجابة أكثر إنصافاً بخصوص أزمة اللاجئين عبر تشارك المسؤولية. العالم اليوم مدين بالشكر لجميع الدول والمجتمعات التي تستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين، لكن الشكر غير كاف، ففي زمن الاضطرابات الذي نعيش فيه على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لتشارك المسؤولية. من جهته، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من تحويل اللاجئين إلى أدوات سياسية من خلال شيطنة الأشخاص الذين يهربون للبحث عن حياة أفضل. في الفترة الأخيرة أصبحنا نرى شيطنة مستمرة للاجئين الذين هربوا من أجل حياتهم، حيث يتم تحويل اللاجئين إلى كائنات مخيفة. كما نرى أشخاصا يسجلون نقاطا سياسية من خلال أزمة اللاجئين عبر إثارة مخاوف الشعوب. وبحلول نهاية عام 2018 نزح حوالي 71 مليون شخص قسرا حسب أرقام الأمم المتحدة هربا من الحروب والعنف والاضطهاد، بينهم قرابة 26 مليونا عبروا الحدود كلاجئين. وتأمل الأمم المتحدة أن يتم تقديم مئات التعهدات من الدول والمنظمات وكذلك الشركات لتبرعات مالية، إضافة إلى مساعدات تقنية وتعديلات في القوانين والسياسات على نحو يعزز اندماج اللاجئين ضمن المجتمعات التي لاذوا بها. كذلك تأمل المنظمة من الدول التي تشارك في المنتدى عرض إعادة توطين اللاجئين لديها، لا سيما الذين لديهم احتياجات أو نقاط ضعف حساسة. ومن عمان معنا عبر خدمة سكايب رولا الأمين، المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. سيدة رولا، ظاهرة اللجوء كانت تحظى دوما بعناية الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين، لكن هذه الظاهرة يعني لم تتوقف عن التضخم. في رأيكم أين الخلل والمشكل تحديدا؟ هناك عدة مشاكل طبعا، ولكن أحد هذه المشاكل أن الصراعات تزداد وتتصاعد، وهذا يؤدي إلى مضاعفة عدد النازحين واللاجئين، ويؤدي إلى استمرار أزمة النزوح واللجوء لسنوات عديدة. يعني حتى حين ينزح المرء من بلده، في أحيانا كثيرة تمتد فترة اللجوء إلى سنوات، وهذا يعني أن ضرورة الدعم لهذا اللاجئ ستزداد، ضرورة توفير مصادر لهذا الدعم تزداد، وضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول نهائية ودائمة لهؤلاء اللاجئين أيضا تتزايد. لذلك المشكلة يعني مركبة. وإذا أردت المقارنة، حين تم اعتماد الميثاق الدولي لحماية اللاجئين كان عدد اللاجئين حوالي 2 مليون لاجئ. الآن نتحدث عن 25 مليون لاجئ و70 مليون لاجئ ونازح، يعني هذا رقم كبير جدا ويحتاج إلى تضافر الجهود، وهذا هو ما يقول به المنتدى، ضرورة أن يتكاتف الجميع للمساهمة، كل مساهمة سيكون لها أثر إيجابي. المطلوب ليس فقط دعم نقدي ومالي وتمويل، ولكن المطلوب هو مواقف أيضا تساهم في إيجاد حلول نهائية. طيب، مواقف تساعد على سيدة رولا، أنطونيو غوتيريش يعتبر أن الوقت قد حان لإيجاد حل منصف لملف اللاجئين، ولكن تضخم الظاهرة يزيد من مخاوف الدول المستقبلة للاجئين. هل ترين أن هناك حلا ممكنا في الوقت الذي تستمر فيه النزاعات والحروب المسببة لهذه الظاهرة؟ يعني الحل هو أن على الجميع التشارك بالمسؤولية تجاه هذه الأزمات.
يجب أن نتذكر أن أكثر من 84% من اللاجئين في العالم يعيشون في دول أو تستضيفهم دول ذات دخل منخفض أو متوسط، وهذا يعني أن على الدول الغنية وعلى الدول المتقدمة أن تساهم أكثر في تحمل أعباء هذه الأزمة. هناك مال كثير يوظف للحروب، ولكن القليل منه يوظف لمساعدة ضحايا هذه الحروب والأزمات. نحن لا نتحدث فقط عن مساعدة اللاجئين، بل أيضا عن مساعدة الدول التي تستضيفهم، وهذا أمر في غاية الأهمية حتى تستمر هذه الدول في القدرة على استيعاب هؤلاء اللاجئين. نحن هناك في هذا المنتدى مشاركة ليس فقط من الدول ورؤساء الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة، بل جزء مهم من القطاع الخاص، جزء مهم من المجتمع المدني واللاجئين طبعا. طيب. في هذين اليومين 250 شركة خاصة، 30 شركة خاصة تمكنت من التعهد بتقديم 250 مليون دولار لأجل دعم اللاجئين في نواحي التعليم، التدريب، إيجاد فرص العمل، الاستثمار بشركات اللاجئين، مساهمات نقدية. ولكن علينا أن نتذكر أن الأهم من هذا كله هو إعادة الاعتبار والتأكيد على المبدأ الأساسي، وهو حق اللاجئ في التماس الأمن والأمان. للاجئين حقوق أساسية حسب المبادئ الدولية، وعلى الدول التزامات دولية. نحن نعيش في عالم تزداد فيه الأبواب تغلق أمام اللاجئين، طيب. الحدود تغلق أمام اللاجئين، ويجب إعادة الاعتبار إلى المبادئ الدولية والتزامات أخلاقية من الدول، وإعادة توزيع العبء على الجميع حتى يتحملوا مسؤولية دعم اللاجئين وحل مشاكل. سيدة رورا، ما رأي المنظمة في الأساليب الابتزاز السياسية التي تمارسها بعض الدول كتركيا مثلا؟ تركيا تستفز دائما دول أوروبا بهذا الملف، ملف يعني اللاجئين. هل تقومون بأي شيء لمواجهة هذه الظاهرة أو مواجهة كل ذلك؟ يعني نحن منظمة إنسانية ولا نحاول أن لا نكون شركاء في السياسة. نحن دائما نحاور من أجل ونحث الدول على التزام المبادئ الأساسية في التعامل مع اللاجئين، ونحث دائما أن السياسة يجب أن تبتعد حين يتم البحث في مصلحة اللاجئ والحلول المطلوبة له، إعادة التوطين أحد هذه الحلول طبعا من الدول المتقدمة. تركيا مثلا بلد يستضيف أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري. نحن نتحدث عن جميع اللاجئين، ولكن فقط كسوريين 3.5 ملايين لاجئ سوري. مفوضية اللاجئين في حوار مع جميع الدول لحثهم على الاستمرار في استضافة اللاجئين، لتمكين اللاجئ من التعليم، من العمل، من الاعتماد على نفسه، ومطالبة الدول بتوفير أماكن أكثر لإعادة التوطين لأولئك اللاجئين الذين بحاجة ماسة إلى هذا الحل. أقل من 3% من هؤلاء، من هذه الفئة التي تحتاج بشكل يائس إلى إعادة التوطين، نتمكن من إعادة توطينها. طيب، وبالتالي سيدة رولا، هل يمكن أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة انفراجة للأزمة عن طريق تطبيق التوصيات التي خرج بها؟ إن هذا هو الطموح. الطموح هو أن يساهم الجميع، ونحن عندما نتحدث عن المساهمة هذا يكون من الدول التي تقدم الملايين إلى كل فرد في أي مجتمع للمساهمة. المساهمة طبعا كما في الحياة، الكرم ليس مربوطاً بالغنى والإمكانيات المادية. كل يمكن أن يساهم بقدراته. البعض يساهم بالتمويل، البعض يساهم بالقوانين التي تسمح للاجئ بالتعليم والعمل. تفضل. أشكرك جزيلاً من عمان، رولا الأمين، المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. شكراً جزيلاً لك سيدتي.